موضوعنا اليوم هو راح أتكلم عن موضوع مهم جدا يهم كل إنسان، كل إنسان صاحب أو عايش ببيت، أكيد عايشين ببيت ما عايش بمكان ثاني، كل إنسان عايش ببيت راح يهمه هذا الموضوع. الموضوع هو يهتم في ما هو المنزل، أو خلينا نقول التصميم الداخلي، تصميم حياة. ليش سميته تصميم حياة؟ لأن حياتنا دائما تقوم أو تكون العلاقات الاجتماعية داخل هذا البيت. إذا كان هذا البيت مصمم بالطريقة الصحيحة لعشنا حياتنا بطريقة صحيحة. لو كان هذا البيت فيه مشكلة ما ندري من وين المشكلة، ساعات تصير مشاكل عائلية ما ندري من وين هذه المشاكل، ولكن في الحقيقة التصميم يلعب دور في هذا الحياة. ما معنى السكن؟ أول شيء شنو نعني في السكن؟ السكن الله سبحانه وتعالى يقول عن السكينة أو ذكر في السكينة، دائما السكون عكس شنو؟ عكس الحركة. لما أتحرك وأتعب عكس السكون، الهدوء، الراحة، كل هذه المعاني مرتبطة في معنى السكن. ولكن السؤال، هل البيت المنزل يحقق هذا المعنى السكينة؟ هل هذا المعنى متوفر في بيوتنا ولا لا؟ هذا دور المصمم الداخلي اللي هو يسوي هذا أو يعطي هذا الإيحاء أو هذا الانطباع للتصميم الداخلي. الشيء الثاني، السكن دائما تصير مثل ما قلت لكم، تصير عندنا مشاكل عائلية، تصير يعني خلافات وكذا، أحيانا من أشياء بسيطة، أشياء هذه بسيطة ولكن في الفعل ما ندري من شنو الخلاف صار. يمكن الجو اللي عايشين فيه، الجو مو صحي نفسيا، أقصد الجو فيه مشاكل، توزيع الأثاث، الإضاءة، الدخول الخروج وكذا، كل هذا يلعب دور في تحديد هذه الحياة وفي تثبيت هذه الحياة. الله قال عن السكن السكينة، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا دائما، هذه المعاني لابد أن يعبر عنها السكن. أول شيء اللي يبحث عن بيت واللي يبي يصمم بيت دائما يبحث عن الستايل. أول شيء يقول لك شنو ستايل البيت اللي تبي تسويه، ودائما يسألون، وخاصة الحين طبعا نبذة بسيطة عن التصميم الداخلي وعلاقته بالستايل. مر في حقب زمنية وتواريخ متعددة منذ أن نشأت الأرض إلى العصر الحاضر، كل هذا الستايل يختلف من مكان إلى مكان ويختلف من ذوق إلى آخر. هناك فرق بين الجمال والوظيفة. دائما في مساكننا نبحث عن الجمال، الغنفة هذه حلوة، اللون حلو، الحركة، التوزيع، الأثاث حلو، دائما نذكر حلو، نذكر الجمال. ولكن هل فكرنا في يوم الوظيفة، هل هذه القطعة من الأثاث حققت وظيفتها ولا لا؟ يمكن أشوف قطعة أثاث برا بالسوق بالمعارض جدا جميلة، أجيبها البيت عندي ما تصلح للمساحة اللي عندي، ما تصلح لنوعية الإضاءة اللي حطيتها، ما تصلح لنوعية الحجم اللي عندي، تكون ضخمة وايد أو صغيرة وايد. هذا كله لابد من أن أفكر بالجمال، أجمع بين الجمال وبين الوظيفة. ومثال بسيط على الجمال والوظيفة، هذا سلم، السلم وظيفته الارتقاء من مستوى إلى مستوى، ولكن لما أفكر بطريقة فنية أجمع الجمال مع الوظيفة تصير لنا التحفة الفنية من السلم هذه. إذن في هذه الصورة جمعت من كان سلم مجرد سلم عادي إلى سويت فيه عبارة عن جمعت بين الوظيفة وبين هذا الجمال. التصميم الداخلي الناجح هو خلينا نقول التيم ووركينج أو العمل المشترك بين المصمم وبين أهل البيت اللي راح يسكنون، أو صاحب خلينا نقول صاحب البيت نفسه اللي راح يسكن. هذا الموضوع مهم، يصير اجتماع في يعني بين الكلاينت أو بين الزبون وبين يعني أصحاب البيت نفسهم وبين المنفذ، علشان يعرف بالضبط شنو اللي يبون وشنو اللي يبي. ضروري إنه يصير نوع من التوافق الفكري بين المصمم وبين أصحاب البيت، علشان يحقق لهم في النهاية الصورة الحقيقية والجو الحقيقي اللي هم يبحثون عنه. إذن هو إيجاد حلول. من التصميم الناجح
هو الاختيار الأمثل لمواد التشطيب. دائما اختار اروح اختار المواد التشطيب الصحيحة في الأماكن الصحيحة. ما ادري قاعد اصارخ ولا عادي؟ اوكي. المواد الصحيحة في المكان الصحيح. المطابخ لها مواد معينة، لها ماتيريال معينة لازم اختارها. وكذلك الاختيار، ما اروح اختار قطعة مثلا خشب معين بعدين اختار القماش بعدين اختار الاضاءة بعدين الاثاث. لابد من المصمم ان يعمل لي المود بورد. المود بورد هو لوحة لكل غرفة يجمع فيها كل الاشياء تقريبا اللي بحطها سامبل من كل محل من كل شركة، اروح واحطها اجمعها اشوف هذه الاشياء هل تركب مع بعض ام لا تركب. وفي النهاية اغير على حسب تغيير على حسب المود اللي انا ابحث عنه في هذا الفراغ. التصميم الناجح هو مثل الخلطة السرية اللي بجمعها لما اجمعها مع بعض يطلع لي جو او يطلع لي خلينا نقول اكلة صحيحة. وكل امهاتنا وخواتنا اللي يعرفون بالطباخ يفهمون هذا الشيء بالذات. النفس هذا لما اطبخ واحط المقادير الصحيحة بالمقادير الصحيحة بالكميات الصحيحة في الوقت المناسب، هني راح يتكون عندي وجبة متكاملة صحية صحيحة، هي اللي مثل ما تقول يعني تأدي رضا الناس او رضا الناس اللي سويته لهم. اما اذا خلطت ملح زيادة، سكر زيادة، غيرها، طباخ طول بالفرن، هذا كله راح شنو ينعكس في النهاية على الأكلة وتخترب الأكلة. بالضبط التصميم الداخلي هو الجمع بين هذه كل أسس التصميم. في أسس تصميم البهارات الشغلات هذه هي الأسس. اللي هي شنو هي الأسس هذه اللي أوريكم بعد شوي. الأسس تصميم شنو هذه اللي نجمعها علشان نطلع الانجريدينتس. الملمس، كل مكان في ملامس، الجلد يختلف عن الأرضية السوليد، الأشياء السوليد، الخشب يختلف عن الألمنيوم خلينا نقول الستيل يختلف. كل هذه الملامس تختلف باختلاف الجو اللي أنا أبي أوفره أو أبي أنفذه داخل التصميم. الخطوط التصميم اللي داخل الفراغ، هل هذه الخطوط ستريت؟ هل هي جاية منحنية؟ دائما الدواوين والأماكن الرسمية تكون الخطوط يعني مستقيمة صريحة، وأما الخطوط غرف النوم الراحة المعيشة تكون منحنية بأشكال. الشكل كذلك، المثلث المربع المستطيل، كل هذه أشكال لابد أني أوظفها داخل الفراغ بطريقة صحيحة بطريقة مناسبة. اللون، وهناك عندنا الألوان الكثيرة اللي ممكن أحيانا لما نروح محلات الأصباغ ونفتح ونشوف المسطرة مال الأصباغ نحتار شنو اللي بنحطه. هني هذا كذلك من الأسس والأمور اللي لابد أن توضع في الاعتبار. التأكيد يعني أخذ مكان في البيت، مكان في البيت أخليه مؤكد عشان نقطة التركيز يكون داخل هذه الغرفة أو داخل البيت، عشان يكون مو كل الشكل ماشي برثم أو في يعني رتابة واحدة. كذلك الحجم، الأحجام، مثل ما قلت لكم أن الغنفة ما أجيبها بالمكان بالشيء المناسب للمساحة المناسبة علشان تتناسب مع الفراغ. القيمة، ولا أعني هنا في هذا الموضوع هي القيمة المادية. أحيانا يمكن نشتري بقيمة 1000 دينار قطعة أثاث، هذه القطعة لما أجيبها أحطها ما تسوالي بالبيت يمكن عندي 50 دينار. وفي المقابل بالعكس، لو اخذ شغله بسيطه ادت الغرض، الكواليتي مالها جيد، حتى لو ب50 دينار تساوي الاثاث القيمه الكبيره اللي ممكن احققها. اذا القيمه مو هي القيمه الماديه، هي قيمه الاستخدام، قيمه الجوده، قيمه الراحه اللي راح استخدم هالمساحه، وهذا له علاقه كبيره في تحديد العناصر اللي راح احطها داخل المكان. مراعاة الجودة، مثل ما قلت لكم لابد من مراعاة الجودة. ليش احنا بعد ما نسكن البيت بعد فترة نجي ونغير؟ شنو السبب؟ ان اخترب ويانا يعني الغنفة انكسرت، او خلينا نقول المطبخ صار فيه ماي، او يعني اشياء تغيرت. دائما نفكر في الرخص في بعض الاحيان، وخاصة اخواننا اللي قاعد يبنون، اكيد وهذا شيء عذر لهم من هد حيلهم بالمصاريف بالاقساط، تلقى يوصل اخر شيء
يحط له أشياء يعني رخيصة. نعم أشياء رخيصة ممكن يحطها، ولكن أفكر لابد من أني أفكر بالجودة في هذه الأشياء اللي أضعها في الفراغ. احنا في وود لوكيشن، هذا هو التصميم للبوث مالنا قبل لا ننفذه، هو الجمع، نجمع بين الماتيريال، نتاكد من ان الماتيريال هذه بالضبط هي اللي استخدمت، الخشب مكانه، الجلد بمكانه، اللي في النهايه نكون توليفه كامله من الفراغ تتناسب كلها مع بعض. كذلك لابد من مراعاة الحركة داخل الفراغ، الفراغ ومكان الحركة، المدخل لازم يكون شرح أتحرك فيه بالراحة. أحيانا أفكر بطريقة بتوزيع الأثاث، بتوزيع يعني العناصر الداخلية بطريقة لابد من أني أفكر فيها، الأماكن اللي يلعبون فيها الأولاد، الزوايا لابد من أن تكون صحية مو حادة، الأمور هذه، الزجاج وين أحط الزجاج، كل هذه لابد أن أفكر فيها في توزيع الفراغ. علم النفس والتصميم الداخلي مرتبطان أو مرتبطين ببعض ارتباط كبير. لابد طبعا المصمم الداخلي لابد أن يكون عنده خلفية في علم النفس، شلون يلعب في مزاجات المستخدمين، المزاج يغير المزاج من فراغ إلى فراغ. لما تدش الديوانية تبي المزاج يكون مزاج رسمي، مزاج ترحيب، مزاج في استقبال، في ترحيب. لما تروح غرفة النوم تبي المزاج الهدوء، تبي الإضاءة المناسبة، تبي الماتيريال، المواد اللي تستخدمها بطريقة مناسبة. لما تروح غرفة الجلوس وكذا، كل فراغ لابد من أن ألعب في نفسية المستخدم في هذا الفراغ. موضوع مهم، الخصوصية داخل البيت. دائما احنا مثل ما تقول نفقد لهذا المعنى في كثير من البيوت. الخصوصية بفكرة بسيطة او بمعنى بسيط هي درجات، تختلف الخصوصية باختلاف الزون اللي بالبيت. في الزون اللي خلينا نقول الخصوصية البسيطة اللي هو البيت وما حوله والصالات الرئيسية الديوانية، هذه الكل ممكن يدشها ويستخدمها. ثم بعد ذلك الخصوصية المتوسطة حق أهل البيت الخاصين، غرفة المعيشة والمطبخ والأشياء اللي لها علاقة في هذا المكان. ثم الخصوصية القصوى، خصوصية الغرف الخاصة وغرف النوم، هذه أقصى درجة الخصوصية لابد أن تكون في هذه الأماكن. للأسف كثير من البيوت صار في خلط بين هذه الخصوصيات، تلقى الخدامة تدش من الحوش لين يعني لين كل الغرف، تلقى الشباب العيال مثلا دشر في جوياه لين فوق وطلع ما حد يدري عنه. هذه الأمور الخصوصية لابد من أن المصمم الناجح هو اللي يفكر بطريقة يعني توزيعها وطريقة استخدامها بطرق تناسب ثقافتنا، تناسب يعني المستويات الأعمار اللي موجودة، تناسب كل شيء في هذا البيت وفي هذه العائلة. كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ما يخلو بيت أو ما يخلو بيت من كبير في السن كذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة. لابد أن نفكر بالطريقة الصحيحة في الحركة داخل المكان، في استخدام الأشياء اللي لها علاقة، الارتفاعات، هذه الارتفاعات ما أي أحط ارتفاع معين ممكن يعيق هذا كبير السن، أو مثلا مادة عفوا أرضية معينة داخل يعني تكرمون الحمام أو المطبخ تسبب في عاهة يمكن لهذا الكبير أو غيره. إذن المصمم الداخلي هو من يفكر باستخدام المواد، باستخدام المساحات، باستخدام الأشياء اللي تناسب مستخدمين هذه المساحات. الأطفال لابد من التفكير كثير في يعني في احتياجاتهم وفي الجو اللي يناسبهم. كثير من يعني الأطفال، ليش عيالنا الحين كثير من الأحيان ما يقعدون بالبيت، كلهم طشرين برا بالأسواق الفرارة وكذا، ما في كثير من الأحيان ما وجدوا لهم البيئة المناسبة المريحة اللي تجذبهم، اللي حتى الدراسة تلعب دور كبير، وتفوقهم الدراسي يلعب دور كبير في الجو اللي عايشين فيه. هذا شيء مهم
يلعبه أو يكون المصمم الداخلي. وهذه بعض الأمثلة للأجواء الأطفال اللي موضوع المكتبة الأسرية للأسف بعد ما يدش الآيباد والسمارت فون فقدنا لهذه المكتبة، لهذه الكتب، للقراءة، للأشياء اللي يعني للكتاب اللي ممكن نتصفحه، ممكن نستخدمه بطريقة لكل العائلة، فقدنا إلا أن هذا شيء مهم أن نحط له في البيت، حتى ولو كورنر، لو زاوية معينة نحطها بمكان يعني يشجع على القراءة، يشجع على الاطلاع، الجو نسوي له بجو بطريقة يشجع، بدال ما أن العيال يروحون ومثل ما تقول نفقد التواصل وياهم، إلا أن نسوي لهم جو متكامل داخل البيت فيه من خلال المكتبة. التخزين، وما أدراك ما التخزين؟ نشكو كثيرا كثيرا من موضوع التخزين والكركبة والدثرة اللي عندنا ما ندري وين نحطها. لابد أن نفكر بطريقة صحيحة في استخدام الأماكن المناسبة، وعندنا أدعوكم في وود لوكيشن مسوين حركات وحركات مثل ما تقول سمارت سولوشن أو حلول ذكية في استخدام توفير كل المساحات داخل البيت. هذا عندنا بعد بالبوث نفسه قاعد نستخدم فيها، و نغير فيها المساحات، كذلك المبنى والبيئة المحيطة. بسبب حر الجو دائما نسكر بيوتنا مغلقة، صارت بيوتنا كأنها بوكسات، كأنها قاعدين ببوكس مغلق، إلا أن البيت لابد أن يتنفس مثل الإنسان، شلون يتنفس الهواء اللي داش وطالع، كذلك البيت تدش للشمس، لازم أعبر عن الموضوع أو أنفذ هذه خلينا نقول المبدأ، المبادئ البيئية، أنفذها بالبيت بالطريقة الصحيحة. والبيت اللي ما يدش والبيت اللي تدخله شمس لا يدخله طبيب، خاصة مع الأجواء الحلوة، أبطل الشبابيك، أخلي الإضاءة الطبيعية تدش لبيتي للأماكن المناسبة، حركة الهواء داخل البيت كلها تطرد اللي هو الأجواء أو الأبخرة والأشياء اللي غير مناسبة لصحة الإنسان. بسبب قلة المساحات والمساحات البيوت القليلة في حلول كثيرة حق أني أدخل، شلون أدخل الطبيعة داخل البيوت، وهذه من الحلول الكثيرة. أستخدم إما الأحواش حتى مهما كان الحوش ضيق أستخدمه بطريقة مثالية، أو أن فوق الروف فوق السطح أستخدمه بطريقة، وفي منكم كثير من الشباب اللي استغلوا هذه وقاموا الحين الصرع أن شنو أحط التكييف فوق السطح في مكان معين، وأستغل المساحة الثانية لأني أخليها حديقة فوق السطح. كذلك الماي، استخدام الماي في البيت داخل يلعب دور في الانتعاش، في الصحة، في صحة المستخدمين. كذلك صوت هدير الماي يختلف من صوت إلى آخر، في هدير الماي القوي، في هدير الرقراق، هذه كلها المعاني تنفذ وينفذها المصمم الداخلي اللي يسوي الجو أو يكون هذا الجو داخل البيت. هذه هم بعد من الحلول. البيئة الداخلية وصناعة المبدعين هو آخر جزء من المحاضرة. دائما لما تسأل واحد ليش نجحت في حياتك، شنو سبب نجاحك في حياتك، يقول لك ما أدري. وأحيانا ومثل ما راح يعبر عنه هذا اللي راح أحط لكم صورته، راح يقول يتكلم عن بيته ويشرح البيئة اللي عاش فيها شنو هي، وراح تفهمون شنو دور التصميم الداخلي في تكوين المبدعين، في تكوين الفنانين، في تكوين أصحاب الذوق. هذا نزار قباني الشاعر المعروف، هذه يعني المقالة له موجودة بالنت تبحثون عنها، اسمها دارنا الدمشقية. يتكلم عن الدار الدمشقية ويصفها بوصف أدبي جميل جدا، يشرح البيئة اللي كان عاش فيها أثناء طفولته في هذه البيئة. نبي نطبق هذا الشيء على واقعنا، على واقعنا بالكويت، على واقعنا بالخليج، كيف إن ممكن نستخدم هذه، كيف إن هذه البيئة تؤثر على الساكنين، تؤثر بطريقة إما إيجابية وإما سلبية. يقول قبلها عفوا
يقول لابد في هذه المذكرات، يقول لابد من العودة مرة أخرى للحديث عن دار مئذنة الشحم الفريج اللي كانوا ساكنين فيه، وبغير الحديث عن هذه الدار تبقى الصورة غير مكتملة. سألوا مرة قالوا له شنو أنت الإبداع اللي طلعت فيه، شلون طلعت في الإبداع هذا، شرح لهم وعطاهم هذه التفاصيل. يقول هل تعرفون معنى أن يسكن الإنسان في قارورة عطر؟ بيتنا كان تلك القارورة. بوابة صغيرة من الخشب تنفتح ويبدأ الإسراء على الأخضر والأحمر والليلكي، وتبدأ سمفونية الظل والضوء والظل والرخام. إذن موضوع ماتيريال، موضوع مواد تستخدمها، موضوع الألوان اللي تستخدمها الطبيعية، موضوع الطبيعة شلون تدخلها داخل البيت، كل هذه الأمور تلعب دور كبير في تحديد الفراغ الداخلي. شجرة النارج تحتضن ثمارها، والدالية حامل، والياسمينة ولدت ألف قمر أبيض وعلقتها على قضبان النوافذ، وأسراب السنونو لا تصطاف إلا عندنا. إذن هو الجمع بالطبيعة، بالحيوانات، العصافير، أصوات العصافير، الصوت، مراعاة الصوت في التصميم الداخلي، مراعاة الطبيعة، كلها هذه أستخدمها بطريقة. البركة الوسطى تملأ فمها بالماء، الماي، وشنو لون وعلاقة الماء داخل الفراغ الداخلي، والصوت اللي يصدر هذا الماء، أنواع من الأصوات مثل ما قلت لكم، الهدير، الرقراق، كل هذه الأنواع يصدرها أو يكونها المصمم الداخلي. الورد البلدي سجاد أحمر ممدود تحت أقدامك. يقول آخر شيء، وألوف النباتات الدمشقية التي لا أتذكر ألوانها لا تزال تتسلق على أصابعي كلما كتبت. إذن هناك الربط بين هذا الجو وبين الإبداع وقيمة الإبداع اللي تحققت في هذا الشخص وفي مجاله. القطة الشامية النظيفة، مو نفس قطاوتنا، القطط الشامية النظيفة الممتلئة صحة ونضارة تصعد إلى مملكة السماء لتمارس غزلها إلى آخر. إذن البتس، الحيوانات تكرمون اللي بالبيت. هل في مجال اني احط مثلا واحد من العيال يقول انا ودي بقطوه، ودي بعصفور، ودي كذا، هذه هم تلعب او تدخل من الجو الداخلي اللي اكونه داخل البيت. الادراج الرخاميه تصعد وتصعد على كيفها، والحمائم تهاجر وتهاجر على كيفها، لا احد يسالها ماذا تفعل، والسمك الاحمر يسبح على كيفه لا احد يساله. اذا مره ثانيه الطبيعه وعلاقه الطبيعه في البيت نفسه، الانتراكشن بين البيت وبين الطبيعة، بين الجو. أبي مكان مفتوح، أحتاج إلى مكان أحيانا ينفتح إلى السماء، ينفتح إلى الخارج لتحقق هذه يعني الأمور. 20 صحيفة من الفل، هذا الموضوع يعني يتكلم حتى يقول أمنا يوم صغار، يقول كنا نقطف وردة من ورودها اللي زارعتهم وتلحقنا وتضربنا، ويصير تفاعل، يصير هناك تفاعل يعني في داخل البيت، داخل فناء البيت. هذا التفاعل كله يحقق التواصل الاجتماعي، يحقق بطريقة أو بأخرى الجو العائلي اللي فيه شيء من الزعل، شيء من الفرحة، شيء من يعني الجو اللي يناسب كل يعني شرائح المجتمع أو كل شرائح العائلة. يقول آخر شيء، يقول يصف هذا ويختم في هذا الموضوع، يقول ضمن نطاق هذا الحزام الأخضر ولدت وحبوت ونطقت كلماتي الأولى، كان اصطدامي بالجمال قدرا يوميا، كنت إذا تعثرت أتعثر بجناح حمامة، وإذا سقطت أسقط على حضن وردة. هذا البيت الدمشقي الجميل استحوذ على كل مشاعري وأفقدني شهية الخروج إلى الطرقات والقهاوي مثل ما تقول يعني الفرارة برا البيت.
كما يفعل الصبيان في كل الحارات. ومن هنا نشأ هذا الحس البيتوتي الذي رافقني في كل مكان. إذن هذا الحس البيتوتي اللي لابد أني أحققه في التصميم الداخلي، في الفراغ الداخلي. إنني أشعر حتى اليوم بنوع من الاكتفاء الذاتي يجعل التسكع على أرصفة الشوارع كذا مو من مودي أو ليس من يعني مزاجي. هذا في نهاية هذا الحديث، أتمنى أنكم تكونون قد استفدتم من هذه الدقائق المعدودة، وأدعوكم إن شاء الله لزيارتنا في بوثنا في وود لوكيشن، وأنا بالخدمة لأي استشارة لأي موضوع ودكم تناقشوني فيه. حياكم الله وشكرا جزيلا على استماعكم، مشكورين.